Bon, je dirais que je suis séduit. Je suis séduit par cette équipe marocaine parce que le أنا Maroc. أقول بأن المغرب جذبني من خلال منتخبه المتكامل والمتميز، لأن أسود الأطلس منذ مدة ظهروا بوجه مشرف لكرة القدم الإفريقية، أي نموذج آخر في خوض المباريات، خاصة الطريقة التكتيكية واللعب المشترك الذي يبهر من يشاهد الكرة المستديرة. وهنالك في مونديال قطر أبان أسود الأطلس عن روح القتالية والعزيمة والصمود بتعادله أمام الفريق الكرواتي الصعب في مجموعة الموت الذي بدوره تأهل إلى المربع الذهبي في المونديال. أنا جد فخور كأي مواطن إفريقي بالإنجاز التاريخي للمملكة المغربية، لأن أسود الأطلس هو المنتخب الوحيد الذي حمل ثقل وعبء المنتخبات العربية والإفريقية ببلوغه نصف نهائي المونديال بفضل الخبرة والموهبة والاحتراف. ومن جانب آخر، أقدر كل التلاحم والترابط والتضامن الذي أبدته الدول العربية والإفريقية تجاه المملكة المغربية التي قدم أسودها من خلال المونديال أحسن وأفضل أداء يعترف به في العالم بأسره، وصنعوا تاريخا سيبقى راسخا في أذهان عشاق الكرة المستديرة والأجيال القادمة.